السلام عليكم بنات، صافا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. المهم رجعنا لكم عاوتاني فيديوهات انا وشيماء في نفس الوقت، كاين فيديو واحد. المهم راني شتي شحال. المهم كنقول المهم مزديوش عليا، المهم مزديوش عليا، كنقول المهم بزاف ما تديوش عليا، نحاول نحيدها. دابا لقيتونا فقنا وفطرنا وجينا جيت نشارك معكم شنو الحوايج اللي جبت معايا من المغرب وداكشي اللي بغات شي معجبتو لها وكاع داكشي اللي جبت غادي نوريكم شنو هو. ايوا صافي اختي، المهم غادي نشاركوا معكم داك المشتريات، غادي نشارك معكم داكشي اللي جابتو دا اللي خدات من المغرب، حيت في الفيديو اللي درتي ديال التحضيرات ما وريتيهمش داكشي. بما انه ما شاركتش معكم داكشي في الـ في الـ في الاول في داك الفيديو ديال التحضيرات، خلات كلشي تجي لهنا ودابا غادي نوريكم داكشي الحوايج اللي جابت، داكشي اللي تشهى خاطر اختي، اللي توحمت عليه. المهم بقاو معانا. المهم اول حاجه راه حنا غادي نبداو لكم بهاد الكره. هاد الكره هادي اللي وقع فيها مشكل، كان عندها وزن زايد واضطرت ان تجمع جوج سيكان في هاد الكوليه هادي لواوها لها بحال هكا. اش كدير الصداع كان هو انا كنهضر. يا بسم الله. شوفوا راني وريتكم، شوفوا شيماء راها جات لي بوكي فلاغي اختي. انا كاع بغيت كنهضر كل فيديو جالسه كتبين كل فيديو كلمة. انا صورت الفيديو ديالي شحال تلقيت شي واحد بوكي فلاغ. المهم ها هو شوفوا شحال زاين اختي، حبس بيا ودارت لي بحال داكشي ديال. المهم اول حاجه املو باللوز والعسل، راه نصبح وانا ونتقاتلو انا وهدى باش نفتحو غير ندوخو نقول لكم كي داير. ما بغاش ود الحرام تحتاجي يفتحو. المهم خاطر املو شوتي املو الشيبة 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 هادي اللوستي، انا ما عنديش مع الشيبة واخا عندي شويه ديال الشيبة. شفت اندومي ديال اللحم ما كايناش اللي جبتها لي الحقيقة، ما كايناش هنا اللحم، كاين عندي ديال كاينه الدجاج والخضرة والروبيان، ما كايناش ديال اللحم. جبت الزيتون، جبت الزيتون فيه معدن وصافا مشرمل، وهذا مشرمل فيه ما كيقد، هذا مشرمل فيه الهريسة الحبيبة يا اختي. هاوي هاوي الاناناس، هادشي اش راني كنضحك. ما كايناش هنا هاواي الاناناس، كاين هاواي هنا ما كايناش اصلا هاواي، كاينه في القريه العالميه هاواي العاديه وكيبيعوها بالثمن. انت ما جبتيش لا حتى واحد توحمي، وما بغاش يوسف يشري لي رايبي في القريه، قال لي راه جابتو جايبه خوتي. واش رايبي انا خوتي وما نجيبش رايبي كاع. المهم جبت ماورد، جبت ماورد شحال جبت راه مازال واحد وحده خبطني عليها صاحبتي، جبت ماورد واحد لصاحبتها شي اخر لينا، حيت مكاينش هنا ماورد، مكاينش ماورد هنا زوين لا علاقه الصراحه. ماورد هنايا الكاشير، المهم هو باين الكاشير وهذا الشيء كيتوحموا عليا اللي ولا كيولى عليا الصاك. دابا يتقاد، دابا يتقاد. شنو فين داخل؟ شفت طاقير، طاقير ماشي لينا، طاقير الولاد لوستي. شيماء جبت لها مين ديما، شوفي لوستي مزيان هادي جينوفا، هادي اللي زادتها ماما تالي ها ميريندي. المهم جبت لها ميريندي، انا كنبغي ميريندي انا ماشي جينوفا. هادي هاد الصاك ضاعي راسها، هادي دابا ندير في الكونجيلاتور. انا عرفتو كتعجبني ميريندينا في الكونجيلاتور، فاش كتكونجولا كنحماق عليها. جبت هنايا الاكسجين اللي كندير الخلطه لشعري، جبتو هنايا هذا الداد، هذا الداد لصاحبتي ايوا، هذه الزيت البلديه يترون هذا. المهم هذه الزيت البلديه، لا راه بحال هكا كيسدها شيخي، هكا كيسدها عندي وحده هكا مسدود. شوف داكشي علاش ديتها ملي ديتي اول مره كي كنفتحو ليه هذا، ما كتفتحوش كلشي، فتحو ليه انا بالفم كنضربو. وعلاش مش عارف صحابي ايه ناقص. وهنا جبت هذه كانت في الدار وجبتها، هذه الشبة والحرمل. علاش شقيت بخري بيهم؟ انا كاين البخور وحنا ومن العين.
عند الحرمل وشبكت به الشباو الحرمل اختي هذا الصابو البلدي شو هالصابو البلدي ويلي 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 هاني بدأت تصدم من الباب ويلي ويلي ترسلت علي كل ملاش كشخة ويلي ويلي دير بحال الكفته شو بيدير بحال الكفته سكت قلبي في شي طاسه شنو هذا هذا ديال العكر الفاسي واللبن ولا ما شنو هو شنو الصابون البلدي ديال هذا بالخزامه هذا العكر الفاسي والولد والودع والودع الودع تنظيف انا نشم هذا انا نشم هذا اختي بجوج اختي بجوج شنو هذا كيداير بحال ضايع ضايع بجوج دايرين بحال الكفته شوفي هذا من تحت شحال زوين بحال الكفته دايرين المهم جبت لها جوج هذا اختي ديال لا حيدي هذا ماشي ديالي والله هذه اللي كانت هنا هذا خصو يتق هذا خصو طاسه ولا شي قرعه جبت هنايا الكيس ديالي اختي جبت الكيس الفلون الفلون شوفوا على فكره كل ما عطيتي ديك الفكره كنشوفها المهم جبت هنا بزاف ديال الفلون حيدت له الكرتونه ديالو جبت هنا هاد اللعيبه باش كيحيدوا الشعر هنا البوماد ديالي ديال الحساسيه صافي كيت ماو حوايج ردي الحوايج كنتنا لا لا غير خلي ما ترديش حقا الزيتون قلتي الزيتون هادي لا توصل المكياج ديالي كامله هذا شنو عارف دوك الصباط هادي سبردينا وهادو المهم هادو هي البرودوي ديالي داكشي اللي جبت هنا البرودوي ديالي تاكدي وجبت هنا لاكر الفاسي هادي عامر شريت جوج كرتون هنايا تا اختي البرودوي ديالك والله شوفي راه طايره لك هادي ما عرفت منهاش ولي ولي هاد الرينغ لايت مين هادا عرفتي لا مشات لك هاد اختي ما عندكش وين نجيبها جبت له هنايا الكريم ديال اديغ ما كاينش جبت هذا وهذا انا نشوف هذا جبت له هذا اللي كتبغي شو ذاك اللي بس ددرت هذا زعما باش ما يداش واخا زعما واخا مبروكيا كيت بلوكا المهم هاد اديغ ما واعر هذا اختي مالو ما كيبان هذا اللي خرج جديد هذا خطير لا الوجه هذا الحمكته كيعجبني بزاف وهذا الزرق خلاص العادي الزرق وجبت هذا هنايا الغاسول بالعشوب ولا بالعطور معطر الغاسول معطر ما عرفتش المهم شي حاجه بحال هكا المهم الغاسول مزيان زعما الغاسول مزيان قلت لها كتوحم لي على الغاسول وهذا صاحبتها واحد الماسك او لا 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 جبتي لها الماسك كان عندي هذا قلتي لي هو زوين طير كان عندي هذا الماسك ومالو دار هكا غادي غير خصو ينزل سخونيه واخا خد اختي عاطي ريحه لا لا هادي هي ريحته لا هادي هي ريحته هذاك لقيت واحد فيه ريحه زوينه ديال الحليب الحمار راه ريتي اركلي معايا هنايا هذا خصو غير ميله الزرقاء هادي كانت جبتها لي شيبه وبديتها اري هو داك البرودوي ديالي هادشي ديالي البرودوي هادو عرفتي خلي اي حاجه عند كليكي داري هادي لا اه خصو يمشي اري شوفي اي واحد اري لا باش نمسح مزيان اه عين اختي ما هضرناش على هذا صافي ندير شوفي شحال كبير يهز قلبي هو هز فيه هدي فيه تلحم هاد لي برودوي لي خصني نحطو في الكوزينه وداكشي خليهم هنايا هذا البنات هذا الماسك ديال هذا كان عندي هذا ديال الحلزون والودعاء يمكن الا ما خفتش نكذب المهم ماسك ديال الحلزون الطين الابيض وهذاك داك اللعاب ولا ما عرف شنو هو اللي كيطلق الحلزون غزال بزاف الوجه الحب شباب لي طراس كيعطي واحد ليكلا واعر للوجه كما كتشوفوا انا راه عاد قديتو دابا ابيض خطير جبتي لها هذا واعر قنعتيني ديال حب الشباب هي كانت باغا بحال ديالي اللي فيه اللبان ساعه ما لقاتوش هدى
ولقات غير هذا. المهم هذا ديال حب الشباب وديال كيحيد لي تراس ديال الحب اللي كيبقى وكيبيض وكيسد المسامات. ايوا هذا مكان هذا زيدي صافي جيبي الشنطه. واحد الحاجه نسات ما توريها لكم هدى، عرفتوا عرفتوا سميتها هاك اختي فتحيها الحلفه. المهم هذه نسكافي هدى هدى بحال ما عندهاش نسكافي. شوف شنو الحلفه ديال الماعن. حلفة الماعن هذه كان انا ما كيعجبنيش انا اختي هذه هي كيعجبوهاش هذوك البونجات اللي كاينين. كتعجبني سبونجا كتعجبني الحلفة. المهم جات لي جبتها نسكافي. ما عندكمش نسكافي؟ كاينة والله هي كاينة نسكافي. لا كتباع حتى هنايا. انا صحيت فيها كاينة. المهم انا حيدت لاخر جبت القياس باش نصبغ. خلاص جابت رينج لايت ديالها. ها هو شحال تشوف بيا. المهم البنات فتحنا الشنطه الكبيره. المهم هادشي اللي لقينا فيها الحنه ابار هادشي غير حوايج هدى وداك لي برودوي ديالي وداك لي برودوي ديالها وداك المكياج التخربيق وصبيبطاتها اللي ضروريين. صافي هادشي اللي كاين البنات سيكاني. المهم سيكاني شي سيكان شي زبطات شي حيجات ديالي ولي برودوي ديالي صافي هادشي اللي كاين. زعما جابت غير حويجاتها في الشنطه حتى هي صغيره غير حوايجها وجلالبها وداك الشيء اللي هادشي اللي كاين. هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ان يكون عجبكم. شاركنا معكم التقضيه اللي جابته هدى وداك الشيء اللي واخا الصراحه ناق بلاصه رايبي كبيره وحسبني البارح والله وحسبني البارح ما جبتيش حتى واحد. ليمان كيفاش ليمان دابا ما كنتش نجيب رايبي كاع واحد اصاحبتي واحد منه العش جيت رايبي ما كيجيب لك بعدا دابا تشوفي. المهم البنات بقات الصراحه بلاصه رايبي وداك المغربي ما كيجيبش رايبي لا قليل مره فين كتمشي خصك بالصدفه وغير كيجيب الحاجه تقطع. المهم البنات كانوا هادو هما المشتريات المشتريات هما مشتريات نيشا كانت هادي هي الريفي طايمه وهادي هي الصخره اللي جابوا لي اختي من المغرب واللي هادشي اللي تشهيت الصراحه غير في شهوتي. دابا امنوا اليوغي سايلين عليه خصني ندوق امنوا ما بمشكله مبغاش يتفتح خصنا نعينو يوسف يجي يفتح لنا هادشي. ايوا صافي هادشي اللي كاين. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو و ما وريتيناش اختي الخوات ملي شللتي بالذهب ما عندي فصلت ليه. المهم صافي هذا ما كان. المهم كنتمنى لكم على الفيديو ونتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله ودعوا معايا ربي يسهل عليا. دعوا معايا وهذا ما كان. شكرا انت دعي معاهم قالك الدعوه ديال المغترب مستجابه. واه والله والله يسهل عليك ويسهل عليا. الله يسهل علينا اختي كاملين وتهلاو لينا فراسكم. نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.